ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع أسرار الحياة، بس بقى الفقرة ديت مختلفة، هنتكلم فيها عن الموضة والأزياء والفاشن. مين فينا ما بيحبش الشوبينج والأزياء والتفصيل؟ وطبعا دي احنا داخلين بقى على عيد الأم ومشتاقين لأحدث صيحات الموضة. طبعا أنا النهاردة معايا قائدة من قوات الموضة والأزياء، معانا ومعاكم طبعا أستاذة منة عبد العزيز عبد الله، صاحبة بيج منة. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه منة، نورتينا في اسرار الحياه. نورك والله. في البدايه عايزين طبعا الساده المشاهدين تعرفوا بحضرتك. انا منة طلال عبد العزيز عبد الله، 28 سنه. تمام. اصلا دكتوره كمان. فحولنا كده، عملنا يوتيرن ورجعنا تاني بقى حاجه بنحبها. طيب الفكره جات لك ازاي بقى؟ انت بالنسبه لي انت دكتوره، جات لك الفكره ازاي انت تشتغلي في المجال ده؟ الفكره كان كلها كتوية يعني. تمام. بس ما اعرفش اي حاجه عن اساسها، يعني الفكره كلها انا عايزه اتعلم ده، انا بحبه بس ما اعرفش ابتدي منين. حاولت، خلصت بيطري، الجواز، مش عارفه ايه، مش عايزه اقعد ثابته يعني خلاص. حاولت اكمل دراسات عليا برضو مش لاقيه نفسي، انا بعيده عن المجال ده كل البعد. حاولت ادور، لقيت دبلومه اخدتها وكانت كان بقى من ساعتها. بس ان انت حضرتك دكتوره لديزاينر كبير، احنا لما دخلنا على البيج بتاعك صراحه لقينا كميه ريفيوهات ما كنتش متخيله ان صاحبه البيج صغنونه كده وهي اللي جايه بتتكلم باسم البيج بتاعها وعامله التصميمات الجميله ديت. الحمد لله. صراحه انا لما شفنا التصميمات ديت ما لقيناش، لانها مختلفه يعني عن اي تصميم تاني احنا شفناه مع ناس تانيين. فطبعا المجال ده جالك هوايه ولا دراسه؟ هو ده لوحده مش كفايه وده لوحده مش كفايه، معقوله الاثنين لازم يكونوا موجودين مع بعض. يعني انا لما ابتديت اتعلم، انا من زمان برسم موديلات، يعني بنقول من ثالثه اعدادي كان صحابي يقعدوا كده يتفرجوا هختار ده وهختار ده، بس الموضوع كان مش معدي غير الرسم. تمام. لما بدات لقيتي مكان تتعلمي فيه، لا انا خلاص بدات بقى اتعلم ده بيطلع ازاي، ولا انا اترجم الموديل دوت لخياطه وقص وورق. لا تمام، انا خلاص عرفت بقى. كنت بترسمي مثلا زي فستان؟ زي كنت برسم موديلات كتير جدا، شميز كده، كله كنت برسم حاجات هنا. يعني من صغرك انت هاويه الموضوع دوت؟ من ايام كمان لو رجعنا بالقبل كده كنت بقعد بالعرايس، يعني الموضوع من وانا صغيره انا حابه فكره اللي انا اطلع من قماش حاجه تتلبس. دي الفكره، دي النقطه. خلصتي بقى الكليه بتاعتك؟ خلصنا الكليه وعملنا دراسات عليا، وكنت اخصائيه تحاليل طبيه، دكتوره تحاليل طبيه، بس انا مش لاقيه نفسي في المجال خلاص، انا مش هحب، مش هعرف ادي فيه خلاص، بدات مش انا هتعرف. مش مبسوطه خلاص. مصلي لازم الحاجه اللي بتحبيها هتنجزي فيها وهتنجحي فيها، هتنجحي ومش هتحسي مجرد تشتغلي. تمام. يعني هتحسي دايما ان انت متفوقه في دوت وان انت مبسوطه، انت بتطلعي فيه طاقه وبتطلعي فيه روحك. فمفهوم مش هيبقى اسمه شغل اصلا. تمام. انت بقى اللي بتصممي كل حاجه، الموديل وكل حاجه. بصي في ناس بتبقى انا مصمم، يعني بتجيب لي حتت القماش عايزه نطلع منها حاجه، بقول لها ايه رايك في كذا وايه رايك في كذا، في ناس بتساعديها. في ناس بتيجي عايزه مثلا ده. انا لو ليا راي لا ده مش هيبقى مظبوط عليكي بقول. تمام. وهي الحمد لله في ناس بتستجيب وفي ناس ما بتستجيبش، يعني ده يبقى انت اللي عايزه ده. تمام. فخلاص، بس انا الحمد لله يعني بحط رايي والراي بيبقى تمام. بيجيبوا لك الموديل اصلا وبيقولوا لك اعملي عايزين نعمل زي ده، وبيطلع تيبيكال 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 بنفس كل حاجه فيه، بنفس الديتيلز اللي فيه، هي بتطلع كده. وكمان هيبقى سعره اقل من السعر اللي بره بكتير. طيب بيبقى على الاقل النص. كتير كتير. في حاجات بتبقى فعلا متكلفه بره كتير وفي سعرها في الحقيقي مش كده. لا طيب، مين ايه اول حاجه عملتيها ومين اول واحد شجعك ان انت تستمري بقى؟ اول حاجه كانت ماما، كانت اول واحده جسفت معايا، اللي انا خلصت الكورس نص الكورس ما كانش كله. وقالت لي هنجرب بقى، فكانت يعني كانت هي ماما الاساس، بعد كده اخواتي. الموضوع بدا يوسع شويه. ايه اول حاجه بقى طلعتيها من ايد منة؟ ايد منة كان لبس خروجي لماما واخواتي، يعني عيد. كان فيهم. عيد. كان عيد، وقلت خلاص هو العيد دوت عليا بقى السنه دي. جبت لهم بقى القماش وقعدت بقى نزلنا انا وماما اشترينا كل القماش، وده هنعمله لكم كذا وده هنعمله لكم كذا، ووزعنا الدنيا، والحمد لله كان اول عيد كان كلهم لابسين من لبسي، كلهم شجعوكي وكده. يعني حرام. حلو جدا. عايز اعرف منك برضو حاجه. طبعا احنا كل يوم موضه بتطلع جديده وحاجه بتطلع جديده، طب عايز اعرف بقى سلبياتها وايجابياتها على الشباب الصغير دي. بصي فكره ان الفكره كلها في الشباب من 10 ل 15 سنه، بتكلم على البنات. هم في حوار تقليد اعمى، يعني احنا بنقلد لمجرد ان احنا بنشوف ده ترند او دوت على الانستغرام يعملوا ده، احنا عايزين نعمل كده وخلاص. تمام. طب انت فين الهويه بتاعتك؟
فين اللي انا مثلا اللي انا بحب الديزاين ده، انا عايزه اطلع فيه انا ده شخصيتي يعني. اللبس كله عباره عن شخصيه البني ادم يعني، ده وجهتك، فده اللي هيعمل لك تايتل، ده عنوانك. فليه احنا نقلد؟ فين الايدنتيتي بتاعتك انت؟ اكيد طبعا. ليه نقلد؟ دي الفكره، لو عملنا كنترول وعملنا سيستم للبنات اللي هو في السن دوت هيبقى احسن كتير، عشان نحدد شخصيتهم على الاقل، هم عايزين يلبسوا ايه ومش عايزين يلبسوا ايه. مش في سن المراهقه ده بيبقى صعب جدا، لا انا عايز البس ده ما هو كلهم لابسينه زيه. ليه؟ طب ليه؟ لا. ما انا دي الفكره، لما حد يجي يقول لك ما هو ده منتشر، طب انا البس ليه بدل هو منتشر؟ ما هو يقول لك على الموضه. لا مش حكايه، طب ما اعمل انا غير. انا بفرح جدا لما حد يجي يجيب لي موديل مختلف هعمله لك، بس انا مبسوطه من جوايا ان انت مش طلعتي بره صندوق الموضه اللي موجود دلوقتي. كله دلوقتي فعلا تقليد اعمى. احنا فعلا بنمشي بنلاقي كلهم لابسين شبه بعض فعلا. سواء ده ينفع او ما ينفعش في موضه البنطلونات المقطعه. ليه يا جماعه؟ والله العظيم لو لبستي حاجه تانية هتطلع احلى كتير. برضو في سؤال خليني برضو اساله لك، بيقول لك اللبس بيعبر عن شخصيه الشخص اللي قدامك. ازاي بقى؟ بصي تعرفي ازاي بالذات بقى ديزاينر كبير؟ بصي، من اول ما تشوفي الشخص بتعرفي ايه دوت، بتعرفي سواء نفسيته عامله ازاي من لبسه، بتعرفي شخصيته عامله ازاي، سواء هادي او عفوي او كلاسيكي، بتعرفي ازاي كل حاجه. قولي لي يعني لو لقيتي واحده لابسه الوان مترقعه، الوان هداش، ده شخصيتها على طول، بتلاقيها من نفس السيستم ده، اعرفي ان هي شخصيه عفويه جدا وبتحب التنطيط وديناميكيه حركه. تمام. وبيبقى كده كل اللبس على فكره. تمام. لو بتحبي واحده في بليزرات والكلام ده، خلاص ده شكل كلاسيكي، ما ينفعش تجيبيه تلبسيه من اسود او كحلي تجيبي له فوشة او اصفر. لا طبعا ما ينفعش. وبيبان من الشخصيه يعني، لو لبستي، لو واحده لابسه ملون وحاطه مكياج بتعرفي نفسيتها انها تمام. لو واحده تانية مش كده هتعرفي ان في حاجه هنا غلط. تعرفي واحده كده بتقولي لا في حاجه، لو مغمقه لبسها والكلام ده وده مش طبيعتها، في حاجه غلط. انت متعوده على الشخص ده. ايوه فعلا. بالاوتفيت ده مالك ايه بنتي، انت لابسه كده ليه اصلا؟ في ايه مالك؟ سبحان الله، هو بجد هو بيعبر عن البني ادم. يعني ما هو اللبس بيعبر عن البني ادم. مش بيعبر عن شخصيته، بيعبر عن شكله يعني، المود بتاعه مثلا. يعني ده اساسي. تمام. بس سبحان الله في ساعات تبقى مظاهر خداعه يعني، مش عارفه. طبعا الموضه فرضت نفسها على المجتمع يعني. جدا. ازاي جدا؟ في ظل وجود السوشيال ميديا كل حاجه بتنطلق كده اهوت يعني. كل حاجه بتجري. كل حاجه بتجري، موجود، نزلي موديل واحد هتلاقي الكل لابسه يعني. من هنا حتى لو ممثل دلوقتي الدنيا بقت سريعه. طبعًا قوي. طبعا سريعه جدا. اي مطرب بيطلع يلبس تيشيرت خلاص كله استفرت، سواء بقى قطع سواء محطوط عليه بقى. لا لا، هو كده بتبقى بتفرض نفسها بطريقه مش معقوله في ظل وجود السوشيال ميديا اللي احنا فيها دي. اكيد. بيفرض نفسه. خالص. طبعا احنا داخلين بقى على الربيع وداخلين على الصيف، عايزين بقى ايه الالوان بتاعت صيف 2021؟ بصي، في مثلا الوان، لو الالوان التقليديه اللي احنا عارفينها عشان الايام دي، في الوان طالعه احنا حتى بتقفي كده مش عارفه هي ده لون ايه. الالوان التقليديه اللي طالعه، الوان درجات الاورنج، درجات الازرق، الكحلي، الحاجات دي طالعه قوي. عندك الفوشيا طالع جدا. ودخلي معاهم ممكن الابيضات. لو الالوان بقى اللي مش تقليديه عندك كتير، عندك في حاجه اسمها سويت ليليك، ده درجه كده ما بين الارجواني والبينك طالع يعني. الوان، لا في حاجات جديده. إيه ده؟ في درجه، حاجه اسمها درجه المرجان الحي. في حاجه اسمها البني التوفي، عارفه التوفي؟ هو بيبقى لونه ده. في الوان كتير جدا طالعه، في الاحمر الاورنج اللي هو الفيستا، في درجه المانجو موجيتو اللي هو قشره المانجا ده. في الوان كتير طالعه، بس في الاغلب الوان فيها سخونيه، حركه، في انتعاش. صيف بقى وداخل علينا الحر والمصايف. وده في مثلا في السواريه في حاجه اسمها الاسبنجولد. الاسبنجولد ده لون اشعه الشمس، حاجه طاقه كده. وفي درجه بقى الظلال اللي هو درجات الكريمي. برضو من ضمن الحاجات اللي داخله في ال بينا. الشغل حضرتك كديزاينر مش سهل، صعب جدا وفي مشاكل كبيره. ازاي الموضوع حول حياتك بقى؟ كلمينا حولها ازاي؟ حولها جدا. انت بتنزلي بتبداي من اول ما بتاخدي المقاسات، بتشتغلي في الباترون للقصات للكلام ده، مراحل. انت عشان تحولي حته قماشه لموديل مش اي حد يقعد على المكنه ويفصل. لا لا لا، الموضوع خالص. الموضوع الاول، اول ما قعدتي على المكنه انت مش عارفه توقفي رجلك ولا توقفي ايدك ولا تمشي كده. لا، الموضوع كله ممارسه. بصي، اهم حاجه هي الممارسه والشغف الاثنين. يعني لا، لازم تكونوا متعلمين، وابدا ابدا هتغلطوا، ده طبيعي، كلنا بنغلط. بس ما توقفيش، اغلطي وتعلمي ومش هعملها تاني. ده طبيعي. في البدايه بقى قولي لنا بقى ايه الغلطات اللي غلطتيها.
اول حاجه المكنه برضو صعبة. قاعده مش سهله. لو بتتكلمي على المكنه الكبيره مش المنزلي، لا بتفر عشان تتحكمي في رجلك، دي مشكله، دي موضوع صعبة. تاني موضوع مش سهل، كانك بتسوقي انت يعني برضو مش محتاج هوايه. الهوايه انت عندك الهوايه، عايزه تدرسي المكنه اللي انت هتشتغلي عليها. وفي صوت في المكنه سمعتيه، لا في حاجه غلط هنا، الابره ليه مش بتلقط من فوق لتحت، وليه بتمشي كده، وليه المكنه بتقطع الخيط بيقطع. لا في كتير، لا يعني في ناس يقول لك لا دي الهوايه اهم من الدراسه. لا مش في المجال ده الاثنين. بصي اي حاجه لا، هو الهوايه مهمه والدراسه مهمه عشان تعرفي تحطي ده على ده، اكيد عشان تعرفي تطلعي حاجه كويسه. فاهماني؟ الايد شغاله بس لازم الدماغ كمان تكون شغاله. طيب برضه من احنا كنا عايزين نعرف منك التصميمات اللي بتعمليها بتاخد وقت قد ايه؟ على حسب. على حسب الموديل، ممكن الموديل يكون بسيط جدا ما ياخدش حاجه، ممكن ازاي؟ اعمل جيبه مثلا تاخدش غير ساعه. والله على حسب القصه، ممكن القصه كده على طول سبحان الله يعني. طب حاجات بتاخد وقت، فستان مثلا خطوبه او فرح، على حسب برضه. ما في ساعات بيبقى في شغل هاند ميد ده بياخد وقت، ياخد تطريز. وقت جدا. ده شغل هاند ميد وانا اللي بعمله يعني، انا من يعني بقعد كده ممكن الفستان يقعد معايا اسبوعين بس انا بطرز، والخياطه ما يجيش غير ساعتين. معقوله؟ والله. يعني مفيش حاجه كده وقفت مثلا معاكي شهر عملتيها؟ لا مش للدرجه دي. اي مشروع منه بيبقى فيه سلبيات وايجابيات، اكيد صح. طبعا عايزين نتكلم شويه عن السلبيات اللي حصلت في بدايه مشروعك والايجابيات. ايه اللي حصل؟ السلبيات، اولا انت بتتعاملي مع الناس، انت صعب جدا ترضي الناس كلها. صعب. وبعدين احنا بنتفاهم مثلا، بتقابلي نوعيه ناس هم عصبيين، لا انت صعب ترضي كل الناس، مفيش حد هيتفق عليكي. تمام، دي اول حاجه. ثانيا الاخطاء، دايما انت في حاجات واحد اتنين هتتعلميها بعد كده، خلاص مش هقع فيها تاني. وخصوصا الشغل الاونلاين كله مشاكل وعايز صبر، يعني انت بتردي هنا وبتردي هنا وبتردي، فمش عارفه هتردي على مين ولا مين. بالظبط يعني بالظبط. لا اللي انت تردي اهم حاجه، اللي انت حوار الناس ده والمعاملات، لازم تكوني بتضحكي دايما، لازم تتعصبيش حتى لو الغلط من اللي قدامك براحه، وحتى لو الغلط من اللي قدامك انا هحله. انت اللي بتردي على الرسائل الصفحه منها؟ لا انا. مفيش حد معاكي بيساعدك؟ لا مفيش اي حد بيساعدني من الاول، ما بشتغل لحد ما بسلم. وفقتي انت؟ انا عارفه ان حضرتك متزوجه ومعاكي طفل. قسمت وقتي يعني، عملتي بلين كده اللي هو ده مش هيخش على دوت. انت برده معاكي اطفال ما ينفعش تيجي عليهم. طبعا. فانت خدتي من نومك شويه على راحتك شويه ودخلتيهم في شغل. يعني بتبداي توفقي ما بين هنا وما بين هنا وما بين هنا، كل حاجه وليها وقتها. عشان تعرفي تكوني ناجحه في الاثنين. ليكي مع كام معين بقى حاجه كده في البيت صغيره كده بتحبي تقعدي وتشتغلي فيها؟ في مكنة تانية في البيت كده، غير في مكان لحضرتك اصلا بتروحيه. وفي ممكن فوق مثلا عايزه اطرز، اتعلمت حبه الكروشيه وبس ما استمرتش فيه. انا دايما بحب ايدي شغاله يعني. تمام. ما احبش اقعد كده. يعني انت سبتي مهنه الطبيبه؟ لا خلاص. استقريتي في الديزاينر، لقيتي نفسك اكتر فيها؟ مبسوطه جدا فيها، فهرجع ليه؟ هرجع ليه تاني؟ طبعا يعني المكان اللي انت بتحبيه تدي اكتر جدا، مش هيبقى شغل، انت هتعملي حاجه انت بتحبيها مش هيبقى شغل. احنا معانا كمان صور على الشاشه. على الشاشه هنا هتتعرض. طب حضروها عشان استاذه بس منى تعقب عليها. تمام. بالنسبه للاسعار، الملابس يا استاذه منى بتختلف من أكيد. شكل تاني؟ طبعا بتختلف من اقل حاجه لابسط حاجه. الصور هي هنعقب عليها كده. ده ايه ده بقى؟ يعني كان الفستان اللي كاتب كتاب صاحبتي. انت اللي عاملاه بقى؟ انا عاملاه. بالديل الجميل ده كله الحمد لله. خد يومين بالشكل ده. طب جدا حلو جدا. والله ده كان فستان شبكتها برضو، كنت انا اللي عاملاه لها، وده اللي كان كله هاند ميد. يعني احنا جبنا القماش وفرغناه كله، وبعد كده قعدنا نوزع البوكيهات عامله ازاي، وبعد كده طلع بالشكل ده، وبعد كده خيطناه بقى. ده برضو نفس الفستان. إيه بتلاقي نفسك لما بتعملي اي قطعه، القطعه اللي خارجه من ايدك مش مجرد قطعه وخلاص، لا دي خارجه عن حب، حبيتيها وبتصعب عليكي ان انت تديها لحد تاني؟ لا مش بتصعب عليا. انا سبحان الله الحاجه اللي بتطلع من ايدي والله العظيم انا بحس فيها ان في حته من روحي يعني. لا في حاجه كده طالعه مني ومن صاحبتها واتفقنا مع بعض وطلعناها كده، تعب ومجهود. لا في حته طالعه من روحي، ببقى مبسوطه لما حد يلبسها يقول لي تسلم ايدك. ده بالنسبه لي يعني الفرح كله. تمام. انت بقى اللي بتطرزي منه؟ يعني بتجيبي الخرز وتقعدي تشغلي الفستان؟ حاجات كده يعني، حاجات انا اللي عاملاها يدوي، انا بحب التطريز اصلا من يعني ده اللي كنت عارفاه. ترسمي على القماش؟
يعني بالراحه كده وبفهم انا ماشيه ازاي وكده. وفي حاجات بتطلع من غير ما رسمه، هي بتطلع ماشيه لوحديها ماشيه لوحديها. يعني انت كمان ما مش بيبقى قدامك مثلا كتالوج تشوفي الرسمه المعينه ولا ده انت بتعمليها كده؟ وفي ساعات بقى الصور بابلكيشنز بتنزل لك افكار كتيره كتيره جدا، فده اللي بيساعدك اكتر. ايه الموقف الطريف اللي حصل لك في مهنه حضرتك؟ لا كتير يعني. في واحدة مرة قالت لي، جابت هي اللي جايبة القماش ومختارة شكل الجيبة كده، بعد ما لبستها قالت انا مش عاجبني اللون. مش عاجبني. طب انا مالي؟ انا ذنبي ايه اصلا؟ مش دعوة بتاعتك. مش بتاعتك، مش بتاعتي. يعني لا، حاجات كتير بتقابليها كده. يعني في ناس اصلا بتبقى حابة تغير بس اللي هو تغيير ما بيليقش عليها. بالظبط. يعني انا لما اقول لك مثلا اللون ده مش هيليق عليكي لان انت عندك شكل جسم مش هينفع، اللي معروض على الموديل مش هيبقى نفس اللي معروض عليك. كلنا اجسامنا مختلفة، اشكالنا في 5 اشكال للجسم، وكل شكل بيبقى ليه رسمة مختلفة وموديل مختلف. تمام. فاهماني؟ فده اللي ينفع على ده ممكن ما ينفعش معاكي، وبنصحها ده هيعرضك من فوق او ده هيملك من اكيد تحت. انت طبعا خبيرة في الموضوع دوت فبتنصحيها. وبعدين اخد المقاسات الاقي لا ده هيبين، ده احنا بعدين في الديفول في الجسم انا وظيفتي ان انا داريه مش اللي انا بينه. انا لو بينته يبقى انا كده ما بفهمش. تمام. تمام. قولي لي بقى، من انت بتشتغلي في كل المحافظات ولا بس في محافظه دمنهور؟ انا حاليا دمنهور. انا بحب الناس تجي، انا احب اشتغل فيس تو فيس، احب اخد مقاسات واخد بطرون وارسم كل حاجه واعمل بروفا كده. يعني التاني سهله، شغل الاونلاين ممكن اطلع اللي انت عايزاه. بس برضو يعني انا ما بحبش المعاناه. مشكله الاونلاين كتير، مشكلاته كتير جدا. واللي يبعته واللي ما يردش واللي يطلب اوردر واللي ما ياخدش. ليه؟ ما بحبش ادخل نفسي في مشاكل. ما هي فعلا مشاكل الاونلاين بقت كتيره جدا. بالظبط. اني مثلا انت تعملي تصميم من على الاونلاين غير لما يبقى واقف قدامك الشخصيه ذات نفسها. انت متفقه معايا على كذا كذا كذا، خلاص انا همشي معاكي على كذا كذا كذا. اتفقنا خلاص، ما فيهوش تاجيل او ما فيهوش ترحيل او انا مش هستلم او انا مش هستلم. يعني شغلك كله في دمنهور؟ حاليا في دمنهور. بس في ناس بس من اسكندريه. ما انا لسه كنت بقول لك، احنا لما دخلنا لقينا ناس كتيره من اسكندريه ومن اسماعيليه ومن القاهره. طيب في ناس جات لي من اسكندريه، في ناس جات لي من كفر الشيخ. يعني بيقعدوا اخلص لهم حاجاتهم هم قاعدين، انا ممكن اخلص الحاجه في نفس اليوم. طب حلو جدا. يعني هي عشان مثلا المواصلات ما يروحوش ويجوا. لا يعني بتراعي الظروف. يعني تيجي معايا من بدري في وقت الشغل اخلص لك اللي انت عايزاه. بتجيب لك بقى القماش ولا لسه بتنزله؟ لا، في واحده جابت لي القماش وخدت الجيبه بتاعتها ومشيت بيها. جايه من اسكندريه انكفر الشيك. انكفر الشيك لين عشان الجيبه؟ والله. طب ده دليل على نجاحك في المجال ده. منه والله العظيم. طب حلو. الناس بقى دلوقتي عرفتك بقى في المجال بتاعك، بيتصلوا بيكي، احنا من دمنهور احنا عايزين من حضرتك تصمم لنا ده. كلمينا بقى عن العملاء بتوعك. والله بصي، الحمد لله الحمد لله. الناس الذوق فعلا رزق. يعني في ناس بتبقى معاكي كده واللي انت بتقول لك انا متاكده اللي انت هتعمله لي حلو. اكيد. فده بالنسبه لي خلاص انا كده هعمله، هعمله احلى من اللي انت عايزاه. تمام. معانا بس مداخله تليفونيه. الدكتوره ناديه. الو. ايوه سلام. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. النهارده طبعا معانا احلى ديزاينر في الدنيا، استاذه منى طبعا. جميله. ايه رايك بقى في الحاجه بتاعتها؟ انا بس حضرتك ان انت سمحتيها والله. ده اقل واجب. وانا اشهد منى مجروحه الصراحه، مش عارفه اتكلم قوي. منى اختي صاحبتي حاجات كتير يعني. بالنسبه للتصميم بتاعها انا اكتر واحده بتطلعي نفسي في الموضوع ده. اكتر واحده مجرباني واقفه معايا من الاول. عملت طب هي عملت لك ايه بقى منا وكان تصميمها كويس معاكي؟ هي عملت لي اهم حاجات عندي في بنتات الخطوبه بتاعتي كانت بتتعب، وهدوم طبعا تانية كتير، بس دول اهم حاجات عندي. تمام. هي بس الشبكة، لو حضرتك تتكلمي في مكان فيه شبكة يبقى أحسن. عشان الشبكة. أستاذة نادية. أيوة. أيوة مع حضرتك كده. حلو جدا. تمام. كنا بنتكلم عن شغل أستاذة منى. منى ما شاء الله عليها، يعني شغلها أنا بقول لحضرتك بسيب حاجات مهمة، كان خطوبتي وكان كتابي وكده هي اللي عملتها. فما شاء الله عليها. هي صراحة حاجتها كويسة، وهو الخامات والماتيريال والفينش بتاعها لا يعلى عليها. بدليل ان هي الحمد لله يعني ستها سمع عمدهم في دمنهور. طبعا اكيد اكيد. بتشتغل على نفسها اكتر،
احسن من كده بكتير بكتير كمان. اكيد اكيد طبعا اكيد حبيبتي نادية. اشكرك استاذه نادية. منا انا عايزه اسالك برضو في حاجه، انت اهم حاجه عندك المصداقيه اهم من الناحيه الماديه. طب اي مشروع بيبدا وانت باصه على الدخل اللي هيجيلك بيفشل من اول مره؟ طبيعي اكيد. فكلمينا بقى ان انت بداتي مشروعك ازاي وبعدتي عن الناحيه الماديه. انا يعني انا ما بداتش المشروع لوحدي. انا لما قلت تمام عايزه اعمل مشروع، عايزه مكان، عايزه بتاع، الصراحه في ناس كتير وقفت جنبي. جوزي، ابويا، وحماية، الصراحه هم اللي اسسوا لي المكان اللي انا حلو فيه. حلو جدا. فيعني ده المكان اللي انا فيه موجود فيه الثلاثه. يعني مش لوحدي انا، أيوه. انا ديره لوحدي. تمام. فكونهم وقفوا معايا ده المكان بتاعي. الناحيه الماديه بقى، انا لما اي حد بيجي يقول لي اسيب لك ديبوزيت انا بقول له ستوب، انا ما باخدش فلوس. باخد فلوس بعد ما تسلمك حاجاتك ويقول لك وتقولي تسلم ايدك. غير كده حد بيعمل كده على فكره. انا عارفه. والله العظيم انا عارفه. بس انا ما بعرفش اخد فلوس وانا ما اشتغل. يعني لما اشتغل واتعب وتاخدي حاجتك وتبقي مرضيه تمام زي الفل انا اخد فلوسي. يعني ما يعني هو بياخد حاجته تمام التمام، لكن قبل كده لا. لا ما بحبش، ما بحسش ان انا مرتاحه. بحس ان في حاجه من جوايا مش مبسوطه. لا انا مش شغاله اصلا عشان اخد فلوس. لا انا شغاله في الاول والاساس عشان انا ده اللي انا عايزاه، ده اللي انا عايزه اعمله. اكيد. مش عشان فلوس خالص. من لما دخلت على البيج بتاعك لقيت شويه تصميمات كويسه جدا، سواء ملابس افراح او اطفال. والله معانا مداخله استاذه اميره، مش مداخلات كتير. الو الو مساء الخير استاذه اميره، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، منوره اسرار الحياه. تسلم يا فندم. تسلم. معاكي استاذه منى. ازيك يا منى، عامله ايه؟ ازيك يا قلبي، منور حبيبتي. ده نوركو اكيد. قولي لنا بقى ايه احلى حاجه خدتيها من استاذه منى؟ خليتك ترفعي سماعه التليفون وقولي لازم تقولي كلمتين كويسين في حقها. فستان خطوبتي طبعا. الفستان انا كنت محتاره جدا ومش قادره احدد انا عاوزه ايه بالظبط وتايهه. فنزلت لفيت كتير ما لقيتش حاجه مناسبه، فطبعا كلمت منى وقلت لها انا عايزه ابسط حاجه ممكن تتعمل وفي نفس الوقت تبقى حلوه. كان كله طبعا معارضني ان الفستان يبقى بسيط، فروحت لمنى قلت لها انا عايزه كذا. فعملت لي الفستان فعلا كان احلى حاجه. معروض على الشاشه، احنا كل شويه عمالين نعرضه اصلا. هو فعلا كان احلى حاجه. والفستان لما الشغل نزلت على فيسبوك وكده كذا حد كان سالني طب الفستان منين، طب هو ازاي تفصيل، طب هو ازاي عملتيه بسيط كده وكنت مبسوطه بيه. هي اللي حتى بعد ما عملنا الفستان قلنا نحاول ان احنا نخليه منفوش شويه، طب نعمل حاجه، فهي طوعتني وعملت لي حاجات تنفيذ مع ان انا قلت لك لا. بعدها قلنا لا. هي منى قالت لا انا وثقت خلاص، لا هو كده فعلا. تمام. بس هو فعلا كان احسن حاجه يعني. تمام. هي منى بسيطه وبتحب الحاجه كلها بتاعتها تبقى بسيطه ما بتبقاش اوفر. اشكرك حبيبتي، اشكرك. طبعا في برضو اخر طلب كنت عايزه اطلبه منك. طبعا. ايه اخر اهم تصميم عملتيه وعليه يعني عايزين منه على طول؟ لا بصي في حاجات كتيره بتطلب يعني. لو كان جامب سوت، جامب سوت بقى لفتره موضه سواء سواري او حتى كاجوال. تمام. ده موجود جدا. تمام. خصوصا في الصيف والسواري زي ما قلت. تمام. في الموديلات البسيطه زي القماش البسيط ده انا بشجعه، سواء مش لازم نجيب قماش غالي لان الامطار بتبقى معديه. لا احنا ممكن نعمل حاجه بقماش اقل وهتطلع واو. تمام. بس تمام منا الوقت بتاعنا خلص، اشكرك وبتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله. حبيب. وان شاء الله طبعا احنا النهارده معانا تهنئه من اسره اسرار الحياه للطالب المتفوق عبد الله محمد عبد الله بمناسبه نجاحه في الترم الاول الصف السادس. اتمنى له مزيد من النجاح والتفوق، وان شاء الله ربنا يوفقك ويسدد خطاك باذن الله. اشكرك يا منى ودايما يا رب كده من نجاح لنجاح. شكرا.